زي ما كان عنده مشكله لو تفتكروا مع الاهلي وبيتكلم بميكاليل لو تفتكروا، وحصلت المشكله بتاع الاهلي ولعبوا الملعب المباراه مع الخصم في المغرب، رجع تاني حالا بعد بتختار بعض الانديه انها تلعب في البطوله، او الانديه بفوزها باحد البطولات بتلعبها في الابطال افريقيا الكونفدراليه، بترجع تاني تقول لي مثلا هتدي البطوله دي مثلا لغينيا. طب غينيا، هل انت قبل ما ترشح غينيا وتدي غينيا انت قبلها بتبقى بسنتين يعني بتبقى عارض، او ثلاث سنين بتبقى قايل ان الدوله المرشحه في البطوله القادمه وبعض القادمه فلان وفلان، بترجع بتتكلم قبل حاجه. لو اتكلمنا وشفته لما زياره توماس باخ رئيس الاولمبيه الدوليه، اللجنه الاولمبيه الدوليه، ووجوده في مصر، واتكلمنا على 2036 ربنا يديكم ويدينا ويديكم العمر، اتكلموا اول حاجه هو الموافقه الحكوميه ومقابله سياده الرئيس، ده بتبقى اول حاجه عشان تبقى تيجي تنظم بطوله على المستويات الدوليه والمستويات الكبيره دي لازم تاخد الموافقه الدوليه، وهي ان الدوله المصرية قادرة على تنظيم هذه البطولة، أو الدولة التونسية، أو الدولة الغينية، أو الدولة الجنوب أفريقية، أو يعني الدولة دي عندها الإمكانيات، عندها الملاعب، أو أنت بتدي له فرصة بتقول له أنا هيبقى عندي على سبيل المثال ست مجموعات، هل عندك ست ملاعب على المستوى الاي كلاس اللي هو يقدر يستضيف زي ما عملت الكاميرون كده في البطوله الاخيره دي، يستضيف الملاعب المباريات وايضا ملاعب التدريب وايضا فنادق خمس نجوم على المستوى الذي يليق بالبعثه الرسميه او بالاتحاد الافريقي او كل من يكون له مكان وتواجد في هذه البطوله، موجود الحاجات دي؟ بتقول له اه، بتقول له فين؟ بيقول لك هنا وهنا 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 وهنا. طبعا في الاخر اعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف ان غينيا لن تنظم كاس البطوله 2025 بسبب عدم وجود البنيه التحتيه والمرافق في غينيا. يعني هو انت ما كنتش عارف حضرتك ان غينيا ما عندهاش بنيه تحتيه؟ ما كنتش عارف حضرتك انك انت وانت بتديهم، ولا هي تورتايه بتتقسم شويه شمال افريقيا وشمال شويه شمال وغرب؟ على فكره هي في الانتخابات كده كمان، الناطقين بالفرنسيه، الناطقين بالانجليزيه، الناطقين بالعربيه، الناطقين باللغات السواحليه. طب ما هو كل الدنيا، كل الكوره بتتكلم انجليزي، حتى في التحكيم، حتى في كل حاجه، مش محتاجه كده. التقسيم ده بيخلي لكل واحد الكوته بتاعته، بيخلي لكل واحد ان هو لا، غينيا لازم يديها ملف، اكس لازم دي ملف، واي لازم دي ملف. طب هو هينجح في الملف بتاعه؟ هل هو عنده الامكانيات دي؟ وبعد كده قالك زرت غينيا وجلست مع رئيس البلاد، نقول تصريحاته ماشي، ما تصريحاته، هات لي تصريحاته، هات تصريحاته. تصعيد موتسيبي في الجزائر على هامش قرعة الأمم الأفريقية المحليين، ده برضو حاجة كويسة على فكرة، قرعة الأمم المحليين دي ستكون هناك عدالة بشأن اختيار الدول المضيفة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025. نتمنى. أنت شكلها راح المغرب على فكرة، قول لي اللي بعده، تحب المغرب. لن نختار دولة ليست في المستوى المناسب للوفاء بالمعايير العالمية، أشجع جميع الدول الـ 54 في أفريقيا للتقدم طلبات لتقديم طلبات استضافة كأس أفريقيا. يا راجل أنت خلاص ادى المغرب، يعني أنت ماشي يا سيدي. أتمنى أن تصل الكرة الأفريقية إلى مستوى حصد لقب كأس العالم، قارة أفريقيا تملك المواهب التي تمكنها من تحقيق هذا الإنجاز. أكيد أفريقيا بتملك، بس المواهب كلها رايحة. أتمنى يعني أهو يعني كاس عالم، يا سلام، ده انت لو في عصرك بلد افريقيا خد كاس عالم اعتقد هتبقى حاجه محترمه جدا. طبعا بعض الدول ابدت ترحبها باستضافه كاس الامم الافريقيه 2025، منها الجزائر والمغرب، ومنها اقرب المغرب. الراجل ده الصوره ده، هات صورته تاني بعد اذنك، بتربطه علاقه قويه جدا بالمغرب، ما اعرفش ليه. يعني انا قابلته في جنوب افريقيا لما كان رئيس سان داونز، هو راجل من رجال اعمال الكبار جدا جدا في المناجم والالمازات والحاجات كده، حاجه كده، حاجه راجل معدي، بس جه اعتقد دخل الكوره بشكل تاني خالص. يعني لا هو نجم كبير، ولا هو اسطوره زي دروجبا، ولا جورج ويا، ولا ده ولا ده ولا ده، لكن في وجوده حصل يعني بعض المشاكل، منها مشكله الاهلي والوداد، عشان برضه نتكلم بكل امان، ما كانش فيها شفافيه.
انت حالا لما يعني بطوله افريقيا امم افريقيا شهدت تاجيلات في الفتره الماضيه، في نسخه 19 تم سحبها من الكاميرون واقيمت في مصر، ثم تاجلت نسخه 21 يناير بدلا منها اقيمت في الصيف لعدم جاهزيه الكاميرون. تكرر نفس الامور في نسخه 23 من نقلها الى يناير 24 لظروف الطقس في كوت ديفوار. تاني لما بتعمل بطوله بتبقى عارف هتعملها امتى، هل في فترات معينه، هل البلد ده وموقعها الجغرافي مناسب ولا مش مناسب، هل في التوقيت ده بالذات في امطار، هل في الجو حر، هل مش معنى انك انت انك بتقسم تورتايه وبتدي كل واحد حته ياكل من التورته انك تراضي الناس. راضي الناس ببطوله مميزه، راضي الناس والمحبين للكره الافريقيه والمتابعين للكره الافريقيه اللي اصبح لها تواجد وتواجد قوي جدا من خلال اللاعبين الافارقه المختلفه اللي في ال 54 دوله اللي قال عليها متواجدين في الملاعب العالميه وعاملين اسم كبير، ومنهم اللي راح بلدان زي امريكا واستراليا و كان في على بالمناسبه ولد افريقي مولود فين؟ مولود في الكيلو 4.5 في مدينه نصر، ما اعرفش بقى والده كان بيشتغل في مصر او والده كان بيدرس في مصر. الولد ده بعد كده هاجر استراليا، دول زي ما بيجوا كانوا بيجوا لاجئين زمان لو تفتكروا. حالا بيلعب في الدوري الانجليزي، بس الفرقه انا مش مركز، بس معانا قريتها بس مش مركز فيها، نيوكاسل الانجليزي مثلا. الراجل ده هنا اتربى هنا، الناس يقول لك ده جاي هنا اتربى، انت احنا ما كناش شايفينه ولا كنا نعرف في يوم من الايام انه هيبقى لعيب كره قدم يروح نيوكاسل، او هو كان جاي مصر ترانزيت افريقيا عشان مصر بسم الله ما شاء الله فاتحه دراعاتها لكل الدنيا ولكل الناس اللي بيجري عنده ظروف قهريه، عنده ظروف حروب، ظروف و كل ده مصر فاتحه دراعاتها لكل الناس. الراجل من هنا بدا راح استراليا، ومن استراليا اخذ الفرصه وراح بيلعب في نيوكاسل الانجليزي من الانديه الكبيره. هو ده، هي دي كره القدم. لما تيجي تقول لي ادي ملف في البلد وبعد كده البلد يقول لك اصل انا قعدت مع رئيس الدوله وقال لي ما عندناش امكانيات، طب ما انت عارف ما عندهمش امكانيات، طب ما انت عارف الانديه الافريقيه اكتر فرق الافريقيه في الدور الاول من الكونفدراليه ودوري رابطه الابطال بيلعبوا بره بلاده بنسبه كبيره. الفريق السوداني، فريق الساحل اعتقد السوداني هيجي يلعب مباراتين في الدوري الكونفدرالي، الهلال الساحل السوداني هيجي يلعب ماتشين في على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي مع نادي بيراميدز. معلش يعني انت البطل النسخه في البلد لازم يبقى عنده ملعب على الاقل، حتى يعني تبقى انت يعني جاي بتقدير كويس، ما انتش جاي بتقدير مقبول وعايز تلعب وتناطح الكبار وتناطح الفرق الكبيره والناس تروح لك من بلد لبلد وتصرف فلوس قد كده على وانت ما عندكش فرقه. بتتكلم على الامن والامان اللي موجود في بعض البلدان الافريقيه في الحروب الاهليه. طب احنا مالنا ومال القصه دي؟ ابعدوا الكوره عن السياسه وعن الحروب وعن الكلام ده، العبوا في ملاعب تانية. ايه المشكله؟ فريق ما عندوش امكانيات يجي يلعب في مصر، اهلا بيه.